يعني هذه أسئلة كبيرة ربما تحتاج إلى لقاء، لكن كرؤوس أقلام محاولات تصحيح المسار موجودة، والآن بفضل الله كما اجتمعت كلمة أهل العلم هناك محاولات لجمع كلمة أهل الساحة والميدان، إضافة إلى محاولة إعادة جمع كلمة المعارضة السورية على اختلاف أطيافها، ولعل هذا يكون تصحيحا للمسار إن شاء الله. أما أن نقول أنه فشلت، لا أخي، الثورة لم تفشل، الثورة السورية كانت في طريق الانتصار لمرحلة من المراحل، استطاع الثوار أن يحرروا القسم الأعظم من الأرض السورية، لكن هذا وأستطيع أن أقول أن النظام كان على وشك السقوط في السنوات الأولى، لكن جاء الدعم من ميليشيات إيران على اختلاف أنواعها وتسمياتها، جاء الدعم بشكل رسمي من إيران ذاتها وإمكانات هائلة، جاء بعد ذلك التدخل الروسي، الروس لما تدخلوا قالوا سننهي الثورة خلال شهر، ما قالوا 3 أشهر، ما قالوا سنة، الآن مضت قرابة 5 سنوات والثورة مستمرة بإذن الله تعالى. أنا أقول أخي الكريم، على عظمة الآلام هذه الثورة استطاعت أن تنهي مرحلة الأنظمة الوكيلة، بمعنى أن هذه الثورات استطاعت أن تنتصر أو توهن هذه الأنظمة الوكيلة، فاضطر يعني المستعمر الأول أو المحتل الأول، وإن كان اختلفت الأدوار، كان المحتل الأول الفرنسي، الآن جاء المحتل أو بديل عن المحتل الأول الروسي، بلادنا الآن فعلا محتلة أو شبه محتلة من الروسي والإيراني، نحن نواجه دول عظمى السلاح وأدوات الدمار التي ألقاها الروس على بلادنا تعادل عشرات القنابل النووية، ما قدمه أهلنا من صبر وتضحيات ومعاناة لا يمكن أن يتحمله شعب آخر، بالتالي لا يقاس هنا أن هل هذه الثورة انتصرت أو ما انتصرت، هي تقادير، لكن هذا أخي الوجود الروسي والاحتلال الروسي لن يدوم، وبالتالي هذا النظام لا يملك أدنى مقومات البقاء والاستمرار، وستنتصر الثورة طال الزمان أم قصر، ويعني نحن على العهد وإخوانكم على العهد لأن تروا ثمار هذه الثورة بإذن الله سبحانه وتعالى.